كبة البرغل بالبقدونس، 2.5 كوب برغل ناعم، 500 جرام لحم هبرة، حبة كبيرة بصل، 4 فص ثوم، 1 كوب أوراق بقدونس، 2 ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، الحشو 2 ملعقة كبيرة سمن، 500 جرام لحم مفروم خشن، 2 حبة كبيرة بصل مفروم، 2 ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 ملعقة صغيرة بهار لحم، ربع كوب بقدونس مفروم وربع كوب صنوبر، وللقلي زيت ذرة. هحتاج أغسل البرغل. عادة البرغل بغسله وبخليه، يعني غسلته بصفيه وبخليه بالمي اللي ضلت عندي من محل ما أنا صفيته. هنحتاج لحم هبرة. أبتدي هلأ أجهز مقادير الحشوة. هحط شوية زيت، ببتدي أضيف اللحم المفروم. يبقى أبتدي أشوح اللحم بهذا الشكل. أعزائي المشاهدين، اللحمة عندي نشفت خالص. ببتدي أضيف البصل، خلينا نضيف الفلفل الأسود، وححتاج أضيف الملح، بهار مشكل ححتاج ملعقة صغيرة. هالمكونات أقلب برضو لغاية ما أحس إنه البصل عندي تحمص. ححتاج أحطها في طبق هيك جانبي لغاية ما تبرد شوي. حضيف شوية البقدونس وأضيف الصنوبر. وين ابتدي نجهز الكبة؟ ببتدي طبعا أحط برغل، خلي قطع بس هيك جنب بعض عشان أقدر وأنا بشغل الخلاط تنزل شوي شوي. بحضرهم بالطريقة هاي. البصل، وعنا توم، بس حوالي 1 كوب من البقدونس، أوراق البقدونس. أعزائي المشاهدين، أنا وقفت لثواني بسيطة عشان نمر قطع من التلج، حوالي مكعب مكعبين. أعزائي المشاهدين، الخطوة التالية هلأ. شفتوا إحنا طحنا الكبة، نزل كل الخليط بالشكل هذا. برجع تاني بعمل نفس الخطوة مرة تانية. يبقى أعزائي المشاهدين، هيك فرمنا الكبة للمرحلة الثانية. هحتاج أوزع بعض الملح والفلفل طبعا على العجين. إذا حبيتوا أي نوع من البهار لكم برضو حرية الاختيار. أداة تشكيل الكبة بتبقى بالشكل هذا، قطعتين، كتير بسيطة وكتير بتفرق معكم في الشغل. هبتدي أثبت القرص اللي هي القطعة هذه في الأول، وفوق هالقطعة هاي، وبرضو برجع تاني بحط القطعة اللي بتربط لي. باخد هلأ قطعة من الكبة اللي هي المعجونة مرتين أو المطحونة مرتين، وأبتدي أشغل. بوقف في الوقت اللي أنا احتجت، يعني مثلا حجم الكبة بهذا الشكل بروح موقفة في منتهى البساطة. الكبة عندي مفتوحة من الجزئين، خلي بالنا. باخد شوي من الحشوة وأبتدي أحطها في الداخل بهالطريقة هاي. أبتدي هلأ أقفلها حسب الشكل اللي أنا بدي إياه. طبعا خلوا بالكم هي مفتوحة من تحت برضو، بقلبها الناحية الثانية، ومجرد أني بقفل بالطريقة هاي. إيدي بقليل من المي، ما نكتر، قطرات بسيطة، برطب إيدي وأبتدي أضغط على قرص الكبة وأحط قطع أو أقراص الكبة بالطريقة هاي. مشاهدين، الكبة أصبحت عندي جاهزة باللون الذهبي اللطيف. أبتدي أشيلها زي ما قلنا على قطعة من ورق المطبخ عشان نتخلص من الزيت الفائض. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.